ايام كنت حارس مرمى، لعبت في هذا الملعب امام التعاون بقميص نادي التقدم. بالامكان ان اخمد مثل هذه المباريات في هذا الملعب. صافر ابو خالد ضربه حره مباشره وبطاقه صفراء حاضره على ابراهيم غالب. مخالفة ضربة حرة مباشرة إذا إبراهيم غالب يحصل على الورقة الصفراء للكرة الماضية، وضربة حرة مباشرة موجودة عند أحمد الحربي.